مرحبا بكم متابعي قناة هل تعلم. يعد برج خليفة الواقع في دبي ذو 828 مترا أطول برج في العالم حتى الآن. هذا البرج يصل عدد طوابقه إلى 160 طابقا. صحيح أن ارتفاعه مذهل، ولكن يبدو أنه لن يصمد طويلا على رأس قائمة أطول أبراج العالم، لأن العديد من الدول الأخرى تفكر في بناء ما هو أطول بكثير. بعض هذه المخططات مكتملة بالفعل ولم يتبقى سوى تنفيذها، وبعضها تم البدء في بنائها بالفعل، مثل البرج الذي سيصل طوله إلى كيلومتر واحد، أو الذي سيكون أطول من برج خليفة بمرتين. وكأن حدود السماء أصبحت مفتوحة أمام الجميع. هيا بنا لنلقي نظرة على هذه الأبراج التي يخطط لبنائها في المستقبل القريب. برج العروس. مدينة البصرة العراقية لا تخطر ببال أحد عند الحديث عن ناطحات السحاب، لأن الناس ما زالوا يتصورونها كما كانت في عام 2003، تلك المدينة المدمرة التي كان يضرب بها المثل، ولكنها أصبحت أفضل من السابق بكثير، ويعتقد الكثيرون أنها ستنجح في تغيير هذه الصورة النمطية عما قريب. وإحدى الخطوات لذلك بناء برج شاهق الارتفاع فيما تم تسميته ببرج العروس، حيث انتهت شركة AMBS Architects من تصميمه في عام 2014. سيصل طول البرج إلى 1152 مترا، أي أنه سيكون أطول من برج خليفة بأكثر من 300 متر. أي أننا لو وضعنا برج إيفل على قمة برج خليفة، فإن هذا البرج سيكون أطول منهما معا. سيكون عدد طوابقه 241 طابقا، وسيكون مدينة متكاملة تحتوي على المنازل والمراكز التجارية والعيادات الطبية والمكاتب والحدائق وغيرها من المرفقات، وسيكون مفصولا عن شبكة كهرباء المدينة، وستكون له شبكة خاصة به تعمل بشكل رئيسي على الطاقة الشمسية. البرج الرئيسي سيكون مربوطا بثلاثة أبراج أخرى، حيث ستربط فيما بينها بالجسور. قد يقول قائل أنه كان بإمكانهم تصميم برج واحد شاهق بدل أربعة أبراج. صحيح أن ذلك ممكن نظريا، ولكنه سيكون مكلفا جدا، بالإضافة إلى أن تصميمه بهذا الشكل أكثر أمانا، وفي حالات الطوارئ سيكون إخلاء البرج أسهل بكثير مما إذا كان برجا واحدا عالي الارتفاع. سيكون البرج بغطاء زجاجي ضخم سماه المصممون الحاجب، وسيغطي أغلب الواجهة الجنوبية للبرج، وسيعمل كمظلة عملاقة تقيه من أشعة الشمس القوية. صحيح أن هذه العروس تبدو جميلة جدا، ولكنها ما زالت تنتظر زواج، لأن الشركة المصممة أعلنت في عام 2014 أن البناء سينتهي في عام 2025، ولكن على أرض الواقع لم يتم البدء بالعمل حتى الآن. وصور الأقمار الاصطناعية للموقع تظهر أن هذه العروس ستنتظر طويلا، لأنه لا توجد أي علامة على بدء البناء. أوبليسكو كابيتالي. تعرف مصر بإهراماتها وحضارتها القديمة وتاريخها العريق، وهذه الدولة تستحق أن تمتلك أطول برج في العالم بكل جدارة، لأن هرم خوفو الموجود في الجيزة كان أطول بناء في العالم لما يقرب من 4000 سنة، وهو أكثر بناء احتفظ بهذا اللقب لأطول فترة دون منازع. وتعتزم الحكومة المصرية لاستعادة هذا اللقب مرة أخرى ببناء برج شاهق الارتفاع مستوحى من المسلة المصرية، التي كان المصريون القدماء يقومون بنصبها في الساحات والميادين لتسطير أمجادهم وكتابة تاريخهم. هذه المسلات كانت تنحت من الجبال كقطعة واحدة، وبعد ذلك كان يتم نقلها ثم نصبها في المكان المناسب. من المخطط بناء هذا البرج في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر، وهي مدينة متكاملة ستنقل إليها العاصمة من مدينة القاهرة، وقد تم البدء في بنائها بالفعل، وتم الانتهاء من بناء الكثير من المنشآت فيها، والغرض من بنائها هو تخفيف الضغط على القاهرة التي غدت مزدحمة جدا، وتحتاج مصر إلى عاصمة جديدة لكي تكون واجهة أجمل لها. أوبليسكو كابيتالي سيكون أطول برج في إفريقيا، وإذا تم بناؤه قبل برج العروس بالبصرة فإنه سيكون أطول برج في العالم، حيث سيصل طوله إلى 1000 متر متجاوزا برج خليفة ب 200 متر تقريبا، وسيكلف بناؤه 3 مليارات و 200 مليون دولار أمريكي، وسيكون القلب النابض للمدينة الجديدة، حيث سيحتوي على 251 طابقا، ومساحة الطوابق مجتمعة ستصل إلى 1,200,000 متر مربع تقريبا،
أي ما يساوي مساحة 133 ملعب كرة قدم، وقد صممت واجهته بشكل جذاب، حيث تم نصب شبكة باللون الذهبي اللامع على طول البرج، ولم يتم نصبها لغرض التزيين فقط، بل لكي تساهم في تقليل دخول أشعة الشمس إلى داخل البرج، حيث تتحرك وتدور حسب اتجاه الشمس، وبهذه الطريقة سيقل دخول الحرارة كثيرا إلى داخل البرج، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه في 10 سنوات القادمة. أما المدينة نفسها فقد بدأ العمل عليها في عام 2015 ولا يزال يسير بوتيرة متسارعة، ومن المتوقع أن يتم البدء في بناء البرج عام 2024، وحتى حلول عام 2030 سيتم الانتهاء من بنائه على أحسن تقدير، وعندها ستخطف مصر اللقب الذي لطالما حملته. برج إم. في عام 1996 اكتمل بناء برجي بتروناس التوأم في العاصمة الماليزية كوالالمبور، والذي يبلغ طولهما 452 متراً، وقد تربعا على عرش أطول أبراج العالم لمدة 6 سنوات تقريباً، ولا يزالان أطول برجين في ماليزيا، ولكن يبدو أنهما لن يحتفظا بهذا اللقب لمدة طويلة، لأنه يتم التخطيط لبناء برج جديد سيكون الأطول في البلاد، وسيصل طوله إلى 700 متر، أي أنه سيكون أقصر من برج خليفة ب 128 متراً، ولكنه سيظل الأطول في المنطقة، وسيتم بناؤه على مساحة 16,000 متر مربع، وسيحتوي على 145 طابقاً، حيث أن برجي بيتروناس يحتويان على 88 طابق فقط، وسيكون مبنى تجاري، وجزء منه سيكون عبارة عن مساحات مكتبية، وستصل مساحة الطوابق مجتمعة إلى 3 ملايين متر مربع تقريباً، وستصل تكلفة إنشائه إلى 650 مليون دولار. حالياً تمت عملية شراء الأراضي وبدأ العمل بالفعل، ولكنه توقف بعد ذلك، وشركة الإنشاء لم تحدد تاريخ اكتماله حتى الآن، ومن المتوقع أن يتم استكمال العمل في عام 2030، وفي ذلك الوقت قد يعاد النظر في الأمر مرة أخرى، فإذا كانت هناك حاجة للمساحات المكتبية في المدينة، فقد يشرعون في بنائه، ومن المتوقع أنه لن يبنى أبداً، لأنه في الآونة الأخيرة بدأت شريحة كبيرة من الناس بالعمل من المنزل، والوظائف المكتبية بدأت تتلاشى شيئاً فشيئاً، خصوصاً بعد تفشي وباء كورونا، عندما أدرك العالم أنه بالإمكان إتمام الكثير من الأعمال عن طريق الإنترنت، ما يعني أن برج بيتروناس سيبقيان الأهم والأطول في ماليزيا لمدة 8 سنوات على الأقل، ولن يقلق من فقدان اللقب قريباً. ميرديكا 118. لا يعرف القائمون على مشروع برج إم عن تاريخ استكماله، ولكن لحسن الحظ ليس هو البرج الوحيد الذي سيضاف إلى قائمة أطول أبراج كوالالمبور، بل هناك برج آخر قيد الإنشاء وهو برج ميريدكا 118، ومن المتوقع أن يكتمل بناؤه قريباً. في عام 2014 بدأ العمل عليه، ويقع على بعد 3 كيلومترات تقريباً من موقع برج إم، وظل يرتفع في السماء بوتيرة بطيئة بعض شيء، وفي عام 2018 تم الانتهاء من بناء 50 طابق، وفي عام 2019 تم الانتهاء من 80 طابق، ومن المتوقع أنه سيصل في عام 2025 إلى ارتفاع 118 طابقاً، أي سيتم الانتهاء من بناء آخر طابق فيه، عندها سيصل طوله إلى 635 متراً. صحيح أنه سيكون أقصر من برج إم ب 65 متراً، ولكنه قيد الإنشاء بالفعل، عكس برج إم الذي سيستغرق وقتاً طويلاً جداً. 100 طابق منه ستكون عبارة عن مساحات مكتبية، و17 طابقاً ستخصص للفنادق والشقق السكنية، والدور الأرضي والأول سيكونان مركزاً تجارياً، وستصل مساحة جميع الطوابق مجتمعة إلى 273,000 متر مربع تقريباً، وسيدعم المبنى من الخارج ب8 أعمدة، والتي ستكون ضمن الهيكل الخارجي، وسيتم تثبيتها على عمق 3 طوابق، وقد نفذت عليه الكثير من التقنيات الأخرى التي ستساهم في تثبيت هيكله الخارجي بقوة، حيث أنه لن يتأثر بالرياح القوية والزلازل تماماً مثل باقي ناطحات السحاب، وسيكلف المشروع أكثر من 500 مليار دولار أمريكي. The Big Bend. تشتهر مدينة نيويورك بالمباني العملاقة، وتحتل المركز الثاني بين مدن العالم من حيث عدد ناطحات السحاب بعد مدينة هونغ كونغ، وفي القريب العاجل سيضاف برج جديد إلى قائمة أبراج نيويورك، وسيتربع على عرش أطول أبراج المدينة دون منازع،
فكرة هذا البرج هي أن أعلى نقطة فيه ستكون مرتفعة عن الأرض بمقدار 610 أمتار، وسيبنى بشكل منحني، أي أن الطول الكلي له سيكون ضعف ارتفاعه عن الأرض، أي إذا حسبنا طول البرج من أحد الطرفين انتهاء إلى الطرف الآخر الملاصق للأرض، فإن طوله سيكون 1220 مترا تقريبا، أي أن المبنى إذا بني بدون انحناء فسيكون طوله ضعف برج خليفة. وفي عام 2017 قامت شركة أويو ستوديو بتقديم اقتراح بناء هذا المبنى، ومن المخطط أن يتم بناؤه في منطقة مانهاتن. ولكن الغريب بشأن هذا المبنى هو آلية عمل قوانين الفيزياء في الجزء العلوي منه، وهو شيء غير مفهوم تماما. ربما ستشرح الشركة القائمة على هذا المشروع ذلك بشكل أفضل. سكاي سيتي. تمتلك الصين أكبر عدد من ناطحات السحاب في العالم، وهي تخطط لبناء برج جديد سيكون الأطول في العالم في حال تم الانتهاء منه مبكرا. هذا المشروع يسمى بسكاي سيتي، أي مدينة السماء، وكان من المخطط أن يكون عدد طوابقها 220 طابقا، وقد تم بدء العمل عليه بالفعل في مدينة تشانغشا جنوب وسط الصين. وقاعدة المبنى كانت بمساحة 5 ملاعب كرة قدم، وكان من المتوقع أن يتم استخدام 270 ألف طن من الحديد الصلب، لأنه كان من المقرر الاعتماد على الحديد في بنائه بصورة أساسية، وهذه الكمية تفوق الكمية المستخدمة في بناء برج إيفل ب38 مرة. وبعد الانتهاء منه كان من المفترض أن يصل طوله إلى 838 مترا، أي أطول من برج خليفة بعشرة أمتار تقريبا. والتكلفة المتوقعة للمشروع هي 1,460,000,000 دولار، وسيتسع ل 17,400 شخص بكل سهولة، وسيحتوي أيضا على مصاعد عالية السرعة وعدد من مواقف الطائرات الهليكوبتر. وقد تم تصميمه كمدينة متكاملة تحتوي على كل شيء تقريبا، فالسكان لن يضطروا إلى الخروج منه لأي شيء، فكل شيء سيكون متوفرا داخله. في عام 2012 زعمت الشركة المسؤولة عن الإنشاء أنها ستنتهي من بنائه في 90 يوما فقط، أي بمعدل طابقين ونصف كل 24 ساعة. وبالفعل استطاعت الشركة بناء برج ميني سيتي، والذي يصل طوله إلى 200 متر في 19 يوما فقط. هذا البرج هو عبارة عن نموذج مصغر لهذا المشروع العملاق، وبعد الانتهاء منه أصبحت الشركة واثقة تماما من خطتها. وفي عام 2013 بنت الأساسات بالفعل، ولكن توقف العمل فجأة بسبب بعض الأخطاء في التراخيص، وحاولت الشركة التفاهم مع الحكومة ولكن دون جدوى، ومنذ ذلك الوقت لا يزال العمل متوقفا. وفي عام 2017 قررت الشركة البحث عن مكان جديد لاستكمال المشروع، ويبدو أن الشركة عازمة على إنهائه بأي ثمن. برج جدة. كما نعلم فإن دولة الإمارات هي التي تمتلك أطول برج في العالم، ولكن جارتها السعودية قررت أن تتفوق عليها في هذا المجال وتأخذ منها هذا اللقب. فتم البدء في بناء برج جدة من قبل رجل الأعمال السعودي الأمير الوليد بن طلال. في البداية كان من المقرر أن يصل طوله إلى 1600 متر، أي بطول ميل واحد، وبدأ يشاع في الأوساط السعودية باسم برج الميل، لكن تربة الموقع ضعيفة جدا بسبب قربه من البحر، فتم الاتفاق على أن يكون 1000 متر، أي أطول من برج خليفة ب 172 مترا. ولكن توقف العمل عليه أكثر من مرة، ففي البداية كان متوقعا أن ينتهي في عام 2018، ثم تأجل الموعد إلى 2020، والآن من المتوقع أن ينتهي في عام 2030. والسبب الأهم لتوقفه عن البناء هو أن شركة المقاولات، وهي شركة بلادنا السعودية، عانت من خسائر فادحة في الآونة الأخيرة، ورفعت عليها بعض القضايا المختلفة، ولكن العمل الآن يسير على قدم وساق، ومن المتوقع أن تصل تكلفة بنائه إلى 1,230,000,000 دولار، وسيحتوي على 166 طابقاً. هذه الطوابق ستكون عبارة عن مساحات مكتبية وسكنية وفندقية، وسيحتوي على 600 غرفة تقريباً. أما المصاعد فستكون عالية السرعة، حيث أن الأخبار الأخيرة تفيد بأنها ستكون أسرع مصاعد في العالم، وستستغرق دقيقتين للوصول إلى أعلى نقطة. وفي مرحلة البناء سيتم استخدام كمية كبيرة من الحديد الصلب تكفي لبناء 8 أبراج مثل برج إيفل، وأما الخرسانة فستكون كثيرة بما يكفي لبناء 6 سدود مثل سد هوفر. برج خور دبي.
يبدو أن دبي خططت عند بناء برج خليفة ألا تتنازل عن هذا اللقب، فعندما علمت أن السعودية تخطط لبناء برج سيكون أطول من برج خليفة، قررت حكومة الإمارات بناء برج خور دبي، وسيصل طوله إلى 928 متراً، أي أطول من برج خليفة ب100 متر. ومن المتوقع أن تصل تكلفة بنائه إلى مليار دولار، لكن وبالرغم من هذا الارتفاع الهائل فإن المساحات المستخدمة منه صغيرة نسبياً، فالمساحات السكنية ستكون على مدى 20 طابق فقط، وفي القمة سيضم 10 منصات لرؤية المدينة من الأعلى، والمبنى سيكون عبارة عن عمود شاهق الارتفاع مثبت بشبكة من الأسلاك المعدنية، وهذا يجعله بناء جماليا أكثر من كونه بناء متعدد الاستخدامات مثل الأبراج الأخرى، فسيكون أشبه بنصب تذكاري، لكنه يحفظ لدبي لقب أطول برج في العالم. لكن ذلك سيتحقق إذا تعدى البناء مرحلة الدور الأرضي، فقد تم البدء في بنائه في عام 2018 وتم الانتهاء من صب الخرسان لتدعيم الأساسات، وكانت كمية الخرسان هي 48,000 متر مربع، وكان من المفترض أن يفتتح رسميا في عام 2020 بمناسبة إكسبو 2020، ولكنه توقف فجأة، ويقال أن الأسباب هي تدني أسعار النفط في ذلك الوقت، وتم تأجيل تأخير افتتاحه حتى عام 2022، ولكن لم يتم استكمال العمل من تلك النقطة حتى الآن، وصور جوجل إيرث تظهر المكان خالياً، ولم يرتفع بناؤه عن سطح الأرض ولو قليلاً. سكاي مايل تاور. الكثير من دول العالم تتسابق لبناء أطول الأبراج، وهدف أغلب هذه الدول هو الوصول إلى ارتفاع كيلومتر واحد، ولكن من المخطط أن يصل طول برج سكاي مايل إلى ميل واحد، أي ما يقارب 1700 متر، وهذا ما سيجعله أطول من برج خليفة بمرتين، وسيكون أضخم من تمثال الحرية ب18 مرة، وسيبنى في مدينة طوكيو اليابانية، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء على هذه المدينة المزدحمة بالسكان. والجدير بالذكر أن مساحتها تقارب 200,000 كيلومتر مربع، ويعيش فيها 14 مليون إنسان. ومن المتوقع أن يحتوي البرج على 421 طابقا، هذه الطوابق ستتسع ل 55,000 إنسان، أي أن هذا البرج سيكون أشبه بمدينة متكاملة، وسيتم توفير كل الخدمات لهم مثل المكتبات والنوادي الرياضية والعيادات الطبية، وسيتم الاعتماد فيه كثيرا على الطاقة المتجددة مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وسيتم تشجير المناطق المحيطة به لتوفير أجواء صحية لساكنيه. ولكن السؤال الأهم هو كيف سينجح المهندسون في الوصول إلى هذا الارتفاع الهائل؟ في الحقيقة تم تصميم قاعدة البرج بشكل سداسي، ووفقا للخبراء فإن الأشكال السداسية تساهم في تماسك الأبنية الشاهقة، وأيضا تم وضع فتحات عملاقة في جوانبه للسماح بمرور الهواء، وللأسف فإن هذه التحفة المعمارية لا زالت مجرد فكرة على الورق، ولكن إذا أعطي الضوء الأخضر لها فمن المتوقع أنها ستنتهي في عام 2045. هرم شيميزو. تم اقتراح هذا المشروع في عام 1996، وهو عبارة عن مدينة هرمية ضخمة ستبنى في خليج طوكيو باليابان. المشروع يبدو مثيرا جدا، وكأنه مستوحى من أفلام الخيال العلمي. مساحة قاعدة الهرم تساوي 8 كيلومترات مربعة، وأما ارتفاعه فيصل إلى 2000 متر، وهذا يجعله أكبر من هرم خوفو ب14 مرة، وإذا تم بناؤه فسيكون أضخم بناء في تاريخ الإنسان. وتشير المخططات إلى أن الهيكل سيحتوي على 81 عمودا، والتي ستكون مثبتة في الأرض بمواد خاصة، وهذا البناء الضخم سيحتوي على كل شيء من المناطق السكنية والتجارية وغيرها، وستبنى المرافق داخل الهرم على شكل تكتلات معلقة في الهواء، وسيستطيع 10,000 إنسان من العيش داخله بكل سهولة، وسينتقلون داخله من مكان لآخر بواسطة المصاعد الأفقية والرأسية والمسارات ذاتية الحركة، لأنه من الصعب توفير طرق للسيارات داخله. كل ما سبق يبدو مذهلا للوهلة الأولى، لكن وبعد مرور أكثر من 20 سنة على الفكرة، إلا أنه لم يتم بدء العمل عليه حتى الآن، والسبب هو أنه لم تستطع البشرية حتى الآن اكتشاف مادة تستطيع تحمل هذا البناء الهائل. وإذا افترضنا أننا قمنا ببنائه بطريقة ما، فإذا حدث خلل واحد فإنه سيسقط في البحر مخلفا آلاف الضحايا، بالإضافة إلى الأضرار الاقتصادية الكبيرة. ولكن مؤخرا تم تصنيع مادة الجرافين، والتي تعد أكثر متانة من الفولاذ ب200 مرة،
وهذه المادة تجعل بناء هذا الهرم ممكنا بشكل نظري، ولكن يبدو أنه سيظل حبيس الورق إلى الأبد. ميلينوم تشالنج 1852. ناطحات السحاب العملاقة مثل هرم شيميزو وسكاي مايل وغيرها تحتاج إلى طرق ومواد خاصة لبنائها، لأن الطرق التقليدية لا تفي بالغرض، خصوصا إذا كانت المشاريع غير تقليدية، وبرج ميلينوم تشالنج هو واحد من هذه المشاريع، والذي يسمى أيضا ببرج جابر، وسيتم بناؤه في الكويت. وقد طرح المعماري الإيطالي أوميرو مارتشيتي هذه الفكرة عام 2005، وأراد من خلالها الوصول إلى ميل بحري واحد. ومن لا يعلم فإن الميل البحري يكون أطول بقليل من الميل البري، ويساوي 1852 مترا، أي أطول من ضعف طول برج خليفة. وتم بدء العمل على التصاميم في ذلك الوقت. الفكرة كانت جريئة جدا، والمعماري كان يعلم أن الخرسانة العادية والطوب والطرق التقليدية للبناء لن تفي بالغرض، لذلك حاول تصميم البرج بشكل يناسب هذه الفكرة، فقام بتقليل الزوايا الحادة قدر الإمكان، واستلهم فكرة تصميمه من بلورات الثلج وخلايا النحل، فجعل شكله سداسيا، لأن الشكل السداسي يساهم في جعل المباني أخف وزنا وأكثر متانة، وهذا الشكل يكون أكثر انسيابية مع حركة الرياح. وكانت النتيجة مذهلة جدا، وادعى مارتشيتي أن المستثمرون متحمسون للاستثمار في هذا المشروع، ولكن حتى وبعد مرور أكثر من 15 سنة فإن الفكرة لا تزال حبيسة الأوراق، والمهتمون يتساءلون عن موعد بنائه، ولكن لا أحد يعلم. مصعد الفضاء. طوال 100 سنة الفائتة كانت الصواريخ والمركبات الفضائية هي الطريقة الوحيدة للسفر وإرسال مختلف الأشياء إلى الفضاء، ولكن هناك فكرة أخرى قيد المناقشة لفعل ذلك بشكل أسهل وبتكلفة أقل، وتتلخص في بناء هيكل شاهق الارتفاع تصل قمته إلى الفضاء الخارجي، ثم ستركب عليه مصاعد من نوع خاص. صحيح أن هذا المشروع لن يكون مصنفا ضمن ناطحات السحاب، ولكن الفكرة هي نفسها تقريبا، فهذا الهيكل سيكون مثبتا بالأرض، لذلك فإن إدراجه ضمن هذا الفيديو ليس أمرا خاطئا. هذا الهيكل سيزيد طوله عن 35,000 كيلومتر، وإذا تم الانتهاء من بنائه فإنه سيكون طفرة حقيقية في تاريخ البشرية. صحيح أن إنجاز هذا المشروع يبدو غير ممكن، ولكن ناسا تزعم أن الفكرة قابلة للتنفيذ نظريا، وأول من أنشأ هذه الفكرة هو عالم الفضاء الروسي قسطنطين سيليكوفسكي عام 1895. صحيح أن نظريته كانت مختلفة قليلة عن الفكرة المطروحة اليوم، ولكن لا شك أنها كانت البذرة الأولى، وظلت الفكرة تتطور شيئا فشيئا، واليوم يعمل العلماء عليها جاهدين لتنفيذها في المستقبل القريب. هذا المصعد سيسحب نحو الأعلى بواسطة حبال طويلة، وسيثبت عند خط الاستواء، وسيساعد الطرد المركزي الناتج عن دوران الأرض على تثبيت الهيكل جيدا. ومن الناحية النظرية فإننا سنستطيع من خلاله إرسال الأقمار الصناعية وحتى البشر إلى الفضاء، وربما سيشعر إيلون ماسك بالغيرة من هذا المشروع. صحيح أن هذا المشروع سيكلف 10 مليارات دولار، ولكن ناسا تدعي أنه سيكون أقل تكلفة بكثير من جميع المشاريع الفضائية السابقة، فالتكلفة المتوسطة لإرسال أي جسم إلى الفضاء هي 1500 دولار لكل كيلوغرام، ولكن هذا المشروع سيكلف 11 دولار فقط لكل كيلوغرام. ولكن ما الذي تنتظره ناسا لتنفيذ هذا المشروع؟ في الحقيقة فإن استخدام المواد التقليدية مثل الصلب سيؤدي إلى زيادة وزن الهيكل بشكل جنوني، ولكن هناك مادة جديدة قد تؤدي الغرض، وهي الجرافين، والتي تعتبر أقوى من الفولاذ ب200 مرة وأخف من الورق بكثير، ولكن المشكلة حيالها أنها لا تزال في المراحل الابتدائية ولا تصلح للاستخدام في مشروع عملاق مثل هذا. وأقصى ما تم صناعته من هذه المادة هو خيط بطول 1 متر فقط. والمشكلة الأخرى هي أنه لو كان المصعد يسير بسرعة 300 كيلومتر في الساعة فإنه سيستغرق 5 أيام لقطع 35,000 كيلومتر، ولكن ذلك لم يمنع الصين واليابان عن التفكير جديا في هذه المشاريع، وقد تم بدء العمل بالفعل على التصاميم ودراسة الجدوى، وكلا الدولتين تعملان على مشاريع خاصة لهما، وتزعمان أنهما ستستطيعان الانتهاء بحلول عام 2045. إن أعجبكم موضوع اليوم من قناة هل تعلم؟ فلا تبخلوا بالإعجاب والاشتراك. يمكنكم أيضا متابعة فيديوهاتنا السابقة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة هل تعلم؟